السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، فيديو جديد على قناتكم تربوية مع الأستاذ محمد البخاري. واليوم إن شاء الله غادي ندير معكم الامتحان الموحد الإقليمي لنيل شهادة الدروس الابتدائية، وهذا نموذج ديال العام اللي فات، وبنفس الطريقه غادي يتحض هذا العام ان شاء الله يا ربي. غادي ندير معكم اليوم اللغه العربيه. اذا اللغه العربيه غادي نبداو بنص الانطلاق. نقرا لكم نص الانطلاق: عندما قلت يوما باني اتطلع لابتكار نوع جديد من السيارات اعتبروا كلامي ضربا من الجنون، لكن الحلم اصبح حقيقه اليوم. بهذه الكلمات استهل فوزي نجاح كلمته خلال حفل تقديم نسخته الجديدة للسيارة الهيدروجينية. هذا المخترع المغربي ذو 29 سنة والمنحدر من عائلة بسيطة تمكن من استثمار تجربة أبيه الذي اشتغل لسنين طويلة في مصانع السيارات بفرنسا للدخول إلى هذا العالم من بابه الواسع، وذلك من خلال التوفيق بين شغفه الميكانيكي وهاجسه البيئي. يطمح فريق المشروع الذي يقوده المخترع الشاب إلى أن يساهم في التوفيق بين تنقل الإنسان والحفاظ على البيئة بفضل الهيدروجين الأخضر في سياق مستقبل مستدام ملائم لتحديات العصر، وذلك بالبحث عن مصادر رخيصة للطاقة النظيفة التي تسمح بالتقليل من انبعاث ثاني أكسيد الكربون في جميع أنحاء العالم. لكن بغض النظر عن الجانب البيئي في ابتكاره، يسعى هذا المخترع إلى إنتاج جزء من هذه السيارات بمصانع المغرب، وذلك ليضع بلده وإفريقيا في قلب الدينامية العالمية، ويعبر عن وطنيته وتعلقه الدائم بالوطن الأم، ويعطي لنا دروسا في التحدي والعزيمة. عن سعاد بدري، جريدة لومتان بتاريخ 16 ماي 2022، مترجم بتصرف. هذا هو النص ديال الانطلاق. غادي نحاولوا نجاوبوا على المجال او على أسئلة المجال الرئيسي الأول خاصة بالقراءة. سؤال أول: اقترح عنوانا مناسبا للنص. وهنا من بين العناوين المناسبة اللي ممكن نديروها، ممكن تكلموا على السيارة الهيدروجينية، أو لا اختراع السيارة الهيدروجينية. بالنسبة لهذا العنوان ممكن نديرو عناوين واحدة أخرى: اختراع السيارة الهيدروجينية، إصرار مغربي على النجاح، قوة عزيمة مخترع السيارة الهيدروجينية، السيارة الهيدروجينية بوحدها. إذا جميع الاقتراحات صحيحة. السؤال الثاني: استخرج الفكرة المحورية للنص. إذا النص على ماذا يتكلم؟ إذا كيتكلم طبيعة الحال على اختراع السيارة الهيدروجينية من طرف مهاجر مغربي. إذا اختراع السيارة الهيدروجينية من طرف مهاجر مغربي وتشبثه بوطنيته وخدمته لبلده الأصل. مزيان، إذا هذه هي الفكرة المحورية للنص. السؤال الثالث: أحدد نوعية النص. النص عبارة عن ماذا؟ واش مقالة ولا حوار ولا قصة؟ إذا حوار لا، لأنه ما عنديش أطراف الحوار. بالنسبة للقصة خص يكون عندنا فيها الحكي، ما عندناش الحكي. إذا هنا عبارة عن مقالة، لأنه عندنا هيكل المقالة، والمقالة كتبدأ مقدمة عرض وخاتمة. نعم، إذا عبارة عن مقالة. سؤال موالي: أنجز خريطة كلمة مهاجر. مهاجر غندير خريطة الكلمة. نوعها هو اسم. المهاجر اسم. مرادفها مرادف مهاجر ومغترب. مغترب أو مسافر. مغترب أو مسافر. ضدها قاطن أو مقيم. نعم مقيم، نقول مغترب ضدها مقيم. تركيبها في جملة: عاد المهاجر إلى بلده. عاد المهاجر إلى بلده، استعملت مهاجر في هذه الجملة. السؤال الخامس: أنجز شبكة مفردات الطاقة المتجددة في حدود 3 كلمات. إذا مفردات اللي غادي يكونوا لي شبكة ديال المفردات بالنسبة للطاقة المتجددة. عندنا طاقة شمسية، نعم، الطاقة الريحية، وسنديروا الموارد الطبيعية. موارد طبيعية، هيدروجين الأخضر إلى غير ذلك. السؤال السادس: نعم، أعين قيمتين من القيم التي يروج لها النص. إذا القيم التي يروج لها النص هو أنه الإنسان كيعتز بالانتماء للوطن دياله. إذا الاعتزاز
الاعتزاز بالانتماء للوطن. للوطن، نعم. القيمة الأخرى مثلا إصرار والعزيمة، مثلا الجد في العمل، لكلها قيم يروجها النص. نعم، نمر السؤال الموالي، السؤال الثامن. أرتب الجمل التالية حسب ورودها في النص بوضع الرقم المناسب. ابتكار السيارة الهيدروجينية من طرف المغربي فوزي الناجح، تمسك المخترع بوطنيته والتزامه بجعل اختراعه في خدمة تنمية وطنه، استخدام السيارة لمصدر طاقة صديق للبيئة. إذن الترتيب، من ناحية الترتيب عندنا ابتكار هو الأول، ثانيا استخدام السيارة لمصدر طاقة صديقة للبيئة، ثانيا ثم ثلاثة تمسك المخترع بوطنيته والتزامه بجعل هذا الاختراع خدمة لتنمية وطنه الأم. ثامنا أبدي رأيي في تمسك المخترع بحلمه وتحقيقه له رغم وصفه بالجنون في صغره. رأيي يتمثل، أعجبني تمسك المبتكر فوزي الناجح بحلمه والتزامه وجده في العمل لتحقيق حلمه والوصول لاختراع سيارة صديقة للبيئة باعتماد الهيدروجين. إذا هذا هو الرأي ديالي. ممكن نبدأ الرأي ديالنا بجميع الطرق الممكنة. نعم، نمر للمجال الرئيسي الثاني واللي كيتكلم على الظواهر اللغوية. نبدأ بالصرف والتحويل اللي عليه 6 ديال النقاط وفيه 4 ديال الأسئلة. نبدأ بالسؤال الأول، أتميم الجدول. عندنا يطمح هو الفعل ماضيه. إذا ما هو ماضي يطمح؟ طمح. طمح فعل طمح ثلاثي، صحيح أو معتل؟ صحيح. نوعه سالم لأنه سالم من حروف العلة. يقود ماضيه قاد. قاد، صحيح أو معتل؟ معتل. معتل الوسط، إذن هو أجوف. أجوف لأنه عنده الألف، وهو حروف من حروف العلة. يضع ماضيه هو وضع. وضع معتل الأول، معتل الأول اللي كنسميوه مثال. نعم، ثانيا أتمم الجدول التالي. عندنا اشتغل أنتج، اسم الفاعل اشتغل مشتغل، 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 هذه الغين مشتغل. اسم المفعول مشتغل، صافي. أنتج منتج، 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 اسم مفعول منتج، صافي. السؤال الثالث، املأ الترسيمة. إذن عندي الكلمة المفرد والوزن والنوع. مصانع، مصنع، مفرد، مصنع، وزنه مفاعل، نوعه جمع، جمع تكسير، جمع تكسير، منتهى الجموع، منتهى الجموع، صافي. نوعه هو جمع تكسير منتهى الجموع. إذا مصانع مفرد ومصنع، وزنه مفاعل، نوعه هو جمع تكسير منتهى الجموع. دوزو رابعا، أحول الجملة التالية. تمكن هذا المخترع المغربي من التوفيق بين شغفه الميكانيكي وهاجسه البيئي. مثنى حسب المطلوب مع الشكل. إذا مثنى المذكر، تمكن هذان المخترعان. إذا تمكن هذان المخترعان المغربيان من التوفيق بين شغفهما، شغفهما بين، من التوفيق في، بين شغفهما، شغفهما، تمكن هذان المخترعان المغربيان من التوفيق. الجمع المؤنث، الجمع المؤنث، تمكنت هؤلاء، كانت كلمه على الجمع المؤنث، هؤلاء المخترعات
المغربيات، مخترعات المغربيات، المغربيات من التوفيق، من التوفيق بين شغفهن. ده هنا شغفهما في حل هاجسهما، هاجسهما قدت لي شوزر. وهنايا بين شغفهن، شغفهن وهاجسهن عاوتاني، صافي. إذن هاجسهن البيئي. دوزو السؤال الموالي، هو السؤال غادي يتعلق الآن بالتراكيب. التراكيب 6 ديال النقاط، وفيها كذلك هنا عندنا 5 ديال الأسئلة. أحول ما سطر تحته إلى مصدر مؤول مع الشكل. من حقنا نحن الأطفال أن نثابر لتحقيق أحلامنا. إذن غادي نرجع هاد أن نثابر إلى مصدر مؤول. إذن من حقنا نحن الأطفال المثابرة لتحقيق أحلامنا. إذن من حقنا نحن الأطفال المثابرة، المثابرة لتحقيق أحلامنا. إذن مصدر مؤول عندنا المثابرة. السؤال الثاني، أصل بخط الجملة والظاهرة التركيبية المتضمنة فيها. إذن عندي الجمل وعندنا الظاهرة، عندنا الأسماء الخمسة، اسم التفضيل، التوكيد، وأسلوب الشرط. يعتبر الهيدروجين أحسن مصادر الطاقة المتجددة. لهنا عندنا واحد الكلمة اللي هي أحسن، هو اسم التفضيل. إن تثابر تحقق أحلامك. إذن هنا أسلوب الشرط. عندنا فوز الناجح شاب ذو 29 سنة. إذا ذو من الأسماء الخمسة. يطمح العالم لتقليل انبعاث ثاني أكسيد الكربون من العالم كله. إذا توكيد جزء من الكل، توكيد كل. إذا هنا توكيد، إذا كله. نعم. السؤال الثالث، اجعل اللفظ الذي تحته سطر توكيدا معنويا. إذا كل الناس معنيون بالحفاظ على البيئة. أرجعوا هذه الجملة فيها توكيد معنوي، الناس كلهم، الناس كلهم معنيون، معنيون بالحفاظ على البيئة، على البيئة. الناس كلهم، إذا النايات كلهم ولات توكيد معنوي. نعم. السؤال الرابع، اكتب بالحروف الأعداد التالية مع الشكل. شارك في صنع السيارة 7 مهندسي. واش نقولوا 7 ولا 7؟ 7، 7. علاش 7؟ لأنه الأعداد من 3 إلى 9 المعدود، إذا 7 مهندسين. فشل المخترع 12 مرة قبل أن يتمكن من ابتكار السيارة الهيدروجيني. إذا نقولوا 12 مرة، 12 مرة قبل أن يتمكن من ابتكار السيارة الهيدروجيني. الإعراب الآن، أعرب ما تحته خط في النص. إذا أبيه وأن يساهم في النص. إذا الجملة في النص جات، كيف جات؟ لا ترجع. إذا في النص جات أبيه هنا، هذا المخترع المغربي ذو 29 سنة والمنحدر من عائلة بسيطة تمكن من استثمار تجربة أبيه. إذن هنا أبي هي مضاف إليه، تجربة مضاف، هنا أبي مضاف إليه، مجرور بيش بليا لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف الهاء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. نعم. أن يساهم، هنا جاءت في هذه الجملة، يطمح فريق المشروع الذي يقوده المخترع الشاب إلى أن يساهم في التوفيق، إلى أن يساهم. أن ممكن عرفه هو من حرف، من حروف التوكيد والنصب. إذن أن حرف توكيد ونصب. يساهم فعل مضارع منصوب بالفتح الظاهر على آخره، أي يساهم. والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، هو الذي يساهم. نعم. والمصدر المؤول من أن، والفعل في محل جر، جر اسم مجرور. إذن كتبتها هنايا لأنه كما قلت لكم كان حسب لي الكاميرا مشعولة وهي ما كانتش مشعولة. إذن أبيه، أبي مضاف إليه مجرور بالياء لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف والهاء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. أن يساهم أن حرف توكيد ونصب. يساهم فعل مضارع منصوب بالفتح الظاهر على آخره. والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والمصدر المؤول من أن، والفعل في محل جر اسم مجرور. دوزوا الآن الإملاء، أتمم التقسيم حسب المطلوب. عندنا هنا البيئة في خطر، عندنا البيئة، عندنا طبيعة الحال نديروا هذه. اهتم، اهتم، اهتم بنظافة محيطك. اهتم، اهتم، همزة وصلين. كن إنسانا مسؤولا، همزة قطعين. شؤون، شؤون، إذن
بهمزة على الواو، مسألة همزة على الألف، ضوء همزة على السطر، عيسى بن مريم نبي الله ولا ابني؟ كنتكلموا على ابن بدون ألف لأنه جات بين عالمين، ابن هنا ابن خلد لأنها جات في الأول، يا ابن علي يا ابن علي، واش يا ابن علي؟ نعم يا ابن علي، إذن يا ابن علي حافظ، كن مواطنا صالحا. إذن مقهى ألف مقصورة، سعى ألف مقصورة أيضا، دنيا ألف ممدودة. نعم ندوزو الآن السؤال الموالي اللي كيتعلق بالتعبير الكتابي. نعم التعبير الكتابي، المجال الرئيسي الأخير الكتابة، عندنا فيه الشكل وعندنا فيه التعبير الكتابي. نعم الشكل، أضبط بالشكل التام ما كتب ما كتب بخط مضغوط في النص، إذا ما كتب في خط مضغوط في النص، إذا حقيقة تعلقه الدائم هذا المخترع المغربي ذو 29. في النص عندنا حقيقة جات في الجملة ديال لكن الحلم أصبح حقيقة اليوم، إذا أصبح حقيقة حقيقة تعلقه فين جات؟ إذا تعلقه جات في السطر الأخير، ويعبر عن وطنيته وتعلقه الدائم، وتعلقه تعلقه الدائم تعلقه الدائم. هذا المخترع، هذا المخترع المغربي، إذا هذا المخترع المغربي ذو 29 سنة، والمنحدر من عائلة بسيطة، تمكن من استثمار تجربة أبيه الذي اشتغل لسنين طويلة في مصانع السيارات بفرنسا. نعم إذن هذا هو الشكل. زل تعبير الكتابي، إذن بلغك أن صديقا لك لا يؤمن أو لا تؤمن بقيمة العلم، ويحلم بالهجرة للعمل خارج الوطن، فقررت أن تنصحه من خلال رسالة شخصية تكتبها له من 8 ديال الأسطر إلى 10 ديال الأسطر، تتحدث فيها عن أهمية العلم، ضرورة الجد والمثابرة لتحقيق الأحلام، أهمية حب الوطن وخدمته، تحترم فيها العناصر الأساسية الضرورية في الرسالة الشخصية. إذا مع الأستاذ ديالكم بطبيعة الحال غادي تكونوا درتوا العناصر الأساسية للرسالة الشخصية، إذا أنا ما غاديش نكتب لكم هذا التعبير الكتابي لأنه غادي يجي طويل بزاف، ديجا درتوا هذا التعبير الكتابي مع الأستاذ ديالكم بطبيعة الحال في القسم، أنا غادي نعطيكم علاش كنقطعوا حنا كأساتذة في التصحيح ديالنا لهذا التعبير الكتابي، لأنه شحال من تلميذ كيدير التعبير الكتابي وكيحسب له بأن التعبير الكتابي ديالو صحيح 100%، يعني غادي يجيب 10 على 10 هنا في التعبير الكتابي، ولكن غلط. إذا كاين بعض الأمور المهمة جدا اللي خص التلميذ يضبطها عاد ممكن يكون عنده تعبير كتابي مزيان وياخذ نقطة مهمة. إذا أولا خصو يلتزم أو يكون ملائم. الملائمة شنو زعما الملائمة؟ شنو قصدو بالملائمة؟ الملائمة أن هذا النص اللي غتكتبو لنا هنايا أو هذه الرسالة اللي غتكتبها لنا هنايا كتلائم هذا التعليمة هذه، يعني التعليمة كتكلم لنا على أنه أنت خصك تنصح صاحبك بأنه العلم مهم، بأنه خصنا ضروري أننا نديرو الجد والاجتهاد والمثابرة باش نحقو الأحلام ديالنا، يعني ما تجيش وتهدر وتصيفط له رسالة وتهدر فيها على شي موضوع آخر، هذه الأولى. الانسجام كذلك، أفكار تكون منسجمة، انسجام الأفكار. نعم يعني ما نخرجوش على النص. عندنا ايضا سلامه اللغه. كيف سلامه اللغه؟ يعني ما خصوش يكون عندنا اخطاء، الخلو من الاخطاء التركيبيه والاملائيه والصرفيه، يعني الانشاء ديالي خصو يكون خالي من الاخطاء. احترام عدد الاسطر، يعني انا قلت لك من 8 ل 10 صافي دير من 8 ل 10، الا مثلا درتي من 7 ل 11 ماشي مشكل، ولكن الا درتي اكثر من 11 ولا درتي اقل من 7 هنا كيكون ما احترمتيش التعليم. هنا ملي كنتكلموا على سلامة اللغة يعني ندخلوا فيها، ممكن ندخلوا فيها علامات ترقيم، يعني علامات ترقيم مهمة جدا. اذا هكا ممكن دي 10 ديال النقط،
إذا النقط 10 ديال النقط مفصلة على هذا الشكل هذا. إذا بهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم. في الفيديو القادم إن شاء الله غادي نكمل لكم هذا الامتحان، يعني غادي نديرو لابارتي ديال التربية الإسلامية، لأن كنعرفوا الامتحان ديال اللغة العربية كيكون هو التربية الإسلامية في ساعة ونصف. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.